تعطونا 26 26 انا كاريه وعندي جبنه تيقرا وحده في التاسعه وحده في الثامنه. 26 20 الف ريال خلاص بها كراق 3000 ريال تناكلها في الجرده تتبقى لي 3000 ريال كي غندير ليها نصرفها على البنات ولا نخليهم قاعده تيبقى يبكي ولا كتوبه لا كسوه لا شراب لا والو غادي يدعوا ليا بزاف انا بناتي والراجل ما تيشوفش عين صافي مصفيها عين الاخرى تاهي وكاك وشحال من عام وانا كاريه وانا تنتعذب عاد فيا العصب وعاد مريضه بزاف وبناتي باغا تيقراو وما صايبهاش شي جهد للقرايه والو تيلحقوا حتى المدرسه تيردهم تيقولوا لهم جيبوا الكتوبه وانا الكتوبه شحال من ماده عندهم كبيره محضيه تطلع الماده تيكبروا الصغيره تطلع حتى هي الماده حتى هي عندها هما تيكبروا والمشاكل انا عندي بزاف تنضل من 9:30 حتى 4 ديال العشيه تنضل على خبيز وعلى مسيطرة الحليب خاطر ما تناكلش تلاوطا مع العيال تيعطيوني كاين اللي تحن فيا تذوقني كاين اللي تحن فيا تنبقى نشوف فيها وهادشي اللي كتاب عليا الصبر وصافي اختي مكرهناش يزيدونا البلاصه اللي تنلحق ليها تنقول لهم انت مشي نخدم فيها تقول لك اختي كاين عير الثمن ماشي عير هنايا كاين اللي قل من هاد الثمن كاع الدار اللي حرتو عليك الجفاف غبره الحكان عاد فيا مرض القلب تديري جهدك صافتك صحيحه تشدك ما صافتك صحيحه تدردبك وانا البنات باقا ليا صغار بزاف وباغا تيقراو باغا تيطلعوا وبناتي تما غادي يتعقدوا معايا تقول ماما بغيت نشوف حتى الدربية الخدمه وبخطرات ما كنخدمش في الميناج تخرج للديور بغيت تسير معايا بنتي تعاوني تقول ماما انا راه تعقدت.